مرحبا، مع بداية كل أسبوع منكم معكم بجولة جديدة على آخر أخبار التكنولوجيا ضمن برنامج ستوديو تك. وبحلقة اليوم رح نحكي عن جديدة شات جي بي تي ونظارة واقع معزز عم تخطف الأضواء لقدراتها الذكية. أما بفقرة زوم إن، مساعد ذكي لكتابة أي نوع من المحتوى وباللغة العربية. وبفقرة جيمينج، انطلاق الموسم الثاني من لعبة كول أوف ديوتي موبايل. هي كانت شوي من عناوين حلقتنا، بس أكيد لسه في أخبار وتفاصيل أكثر بكثير. لا يخلونا نبدأ من بعد هالفاصل مع آخر الأخبار. مايكروسوفت عم تعمل كل شي بتقدر عليه لتخليك تستخدم الذكاء الاصطناعي الخاص فيها كوبايلوت، لأنه هو فعلاً ذكي ومجاني وبيدعم اللغة العربية، وإذا أنت بسوريا فما بيحتاج لفي بي إن. والجديد بكوبايلوت، غير أنه غير بتصميم الموقع والتطبيق الخاص فيه، هو أنه أضاف ميزة ديزاينر لتعديل الصور يلي بتم توليدها على كوبايلوت نفسه. فمثل ما عم نشوف بهالمثال، رح نطلب من كوبايلوت يعمل صورة لقطة بيضة عم تشرب مي من الحنفية. رح نحصل على 4 صور، نختار واحدة، ممكن نحدد عنصر من العناصر لنميزه عن الخلفية، أو نحدده لنخلي لونه ظاهر بشكل واضح، وحتى ممكن تغير من ستايل الصورة لتصير بستايل البكسلات مصنوعة من الأوريغامي، أو تبين وكأنها لوحة مائية، وغيرها طبعا الكثير من الخيارات. وأكيد بتقدر تحمل الصورة وكل هالأمور مجانا. بتقدروا توصلوا لكوبايلوت من متصفح إيدج أو كروم بالدخول على copilot.microsoft.com، أو ببساطة نزلوا التطبيق من جوجل بلاي أو أب ستور، وضروري يكون عندك إيميل مايكروسوفت. قريباً تشات جي بي تي رح يصير بيعرفك أكثر من أعز رفقاتك أو شريك حياتك. رح خبركن ليه. شركة أوبن أي آي المسؤولة عن تشات جي بي تي أعلنت عن ميزة الذاكرة يلي رح تسمح لروبوت الدردشة بتذكر معلومات عن المستخدم بشكل دائم. ممكن تخبره بطبيعة عملك، أسماء أطفالك، مدراءك بالعمل، أو تحكي له عن المشروع يلي عم تشتغل عليه. وبهالطريقة ما رح تضطر تشرح الأمور لتشات جي بي تي من أول وجديد كل ما بدك تستعين فيه. هالميزة بتشتغل على الإضافات كمان، فإذا استخدمت إضافة الكتب مثلاً وفعلت الذاكرة، رح يقدر تشات جي بي تي يعرف أنت شو الكتب يلي قرأتها وشو النوع يلي بتفضله، وعلى أساسه ممكن يساعدك أكثر باختيار كتب جديدة. وطبعاً للأشخاص يلي بيخافوا على خصوصيتهم، فيهم يعطلوا هالميزة أو يسألوا الروبوت عن الأمور يلي متذكرها، وبعدها بيطلبوا منه نسيان بعض التفاصيل. ميزة ميموري عم يتم اختبارها على بعض الحسابات قبل إتاحتها بشكل واسع لجميع المستخدمين حول العالم. لا تضع آيفون بالأرز إذا كان مبللاً. تحذير رسمي من شركة أبل حذرت فيه المستخدمين من هالتصرف الخاطئ. عادة بيتم استخدام الرز لسحب الرطوبة من الموبايل حتى لو كان ضد المي، فالرطوبة ممكن تمنع المستخدم من شحن الموبايل فبيلجأ لحيلة الرز. بس أبل حذرت إنه الجزيئات الصغيرة للرز ممكن تتلف الآيفون، وحتى استخدام السشوار أو مصادر الحرارة الخارجية ومحاولة تنشيف الهاتف بقطنة ممكن يعرض هاتفك للخطر. شو الحل لكن؟ بحسب أبل، بتوصي الشركة بالنقر اللطيف على آيفون للتخلص من المي، بشرط يكون مدخل الشحن موجه للأسفل. وبنفس هالوضعية رح تترك الموبايل بمكان جاف وموجه للأسفل، مع بقاء إمكانية تدفق الهواء جوا مدخل الشحن، وتركه لنص ساعة. وبعدها جرب تشحن الآيفون، إذا عطاك إشعار إنه لسه في مي، من الضروري تخليه موجه للأسفل لمدة يوم كامل. وبتقول الشركة إنه صحيح الرز رح يسحب بالرطوبة، بس هاد ما بيعني انه الموبايل رح يرجع يشتغل مثل قبل، لانه المياه ممكن تكون اندمجت فعلا بدوائر الهاتف او تركت اثار على الالكترونيات. لهيك خلوا ببالكم هالنصائح لما تتعرضوا لهالنوع من المشاكل.
أما عن تطبيق واتساب وتحديثاته الجديدة، فالتطبيق عم يختبر ميزتين وطرح الثالثة بشكل رسمي. الميزة الأولى يلي عم يختبرها هي مزامنة قفل المحادثات، يعني إذا كنت قافل محادثة بكلمة سر على الموبايل، هالقفل بيختفي لما تفتح واتساب من الكمبيوتر أو على نسخة الويب، بس بمجرد الانتهاء من اختبار هالميزة، المحادثات المقفولة رح تضل سرية على مختلف الأجهزة. ثاني ميزة عم يتم اختبارها كمان رح تكون لنسخة واتساب ويب، فرح يتيح التطبيق فلتر جديد للمحادثات بإضافة قسم المحادثات المفضلة، ليقدر المستخدم يوصل لجهة الاتصال المفضلة عنده بشكل أسرع وما يضيع بين الدردشات. أما الميزة اللي صارت رسمية على واتساب للأندرويد والآي أو إس هي إمكانية حظر جهات الاتصال الجديدة مباشرة من الإشعارات. هالخطوة إجت بعد انتشار الرسائل الاحتيالية يلي عم يتلقوها المستخدمين من أرقام غريبة من حول العالم، وبهالطريقة ما عاد تضطر لفتح المحادثة لحظر الشخص والتخلص منه. إنستغرام ممكن يساعدك بكتابة الرسائل. ميتا عم تحاول تدخل الذكاء الاصطناعي بكل منصاتها، فمن بعد روبوتات الدردشة يلي وفرتها، عم تختبر الشركة إضافة الذكاء الاصطناعي لرسائل إنستغرام الخاصة أو الدي إمز. فبلقطة شاشة انتشرت على منصة إكس، نشر أحد المطورين بتبين إنه رح يقدر المستخدم يحدد رسالته، ومن بين الخيارات رح يظهر له خيار الكتابة باستخدام الأي آي. وهالميزة الجديدة رح تعيد صياغة الرسالة وتغير من أسلوبها وطبعاً صحح الأخطاء فيها. هالميزة متوفرة حالياً لمستخدمين الولايات المتحدة، وبعد الانتهاء من مرحلة الاختبار ممكن تتوفر بباقي الدول. أما عن ثريدز، فجديد التطبيق لسه ما وصل لإضافة قدرات الذكاء الاصطناعي، لأنه كل فترة عم يعلن عن ميزات موجودة أصلاً بمنصات التواصل المشابهة وتحديداً إكس. فأعلن مارك زوكربيرغ بأنه رح يتم إضافة ميزة الموضوعات الرائجة على التطبيق يلي رح تسمح للمستخدمين بالاطلاع على القضايا والنقاشات الأكثر رواجاً على المنصة بالوقت الفعلي، وهي ميزة مشابهة لميزة ترينز على إكس أو تويتر سابقاً. وبحسب مارك، فالمواضيع الرائجة رح تظهر بصفحة For You، ورح يتم تحديدها بناءً على المواضيع الأكثر تفاعلاً من المستخدمين. الميزة الجديدة رح تتوفر قريباً لجميع المستخدمين على نسخة التطبيق للأندرويد والآي أو إس. حتى بعالم التكنولوجيا في موضة كل فترة والتانية، ويبدو أن هالفترة هي موضة النظارات الذكية. فبعيداً عن أبل فيجن برو، إجت شركة جديدة اسمها بريليانت لابس عرفتنا على نظارة فريم. هالنظارة تستخدم الواقع المعزز لإظهار المعلومات أمام عيون المستخدم والتفاعل مع الواقع، وحجمها أخف وسعرها أرخص من نظارة أبل، فوصل سعر فريم لـ $350. شو ميزاتها؟ النظارة رح تعتمد على نموذج ويسبر لتحليل الكلام المنطوق والمكتوب وبترجمه بشكل فوري لأي لغة بترغب، بالإضافة لإمكانية تلخيص أي نص مكتوب أمام المستخدم على الورق أو الأجهزة الذكية. أما بصرياً، فرح تعتمد على نموذج تشات جي بي تي 4 لتسهيل الحصول على معلومات عن أي شيء موجود أمام المستخدم باستخدام كاميرا النظارة. مو بس هيك، ففي مساعد ذكي رح يكون اسمه نوا، بيعتمد على نموذج بريبلكسيتي الذكي للبحث عبر الإنترنت عن أي شيء باستخدام الأوامر الصوتية. خلونا نشوف الفيديو الرسمي اللي أطلقته شركة بريليانت لابس واللي بيوضح قدرات هالنظارة الذكية. واضح إنه أي إكسسوار منلبسه عادة رح يتحول لجهاز ذكي، لأنه باحثين بجامعة واشنطن طوروا حلق ذكي.
Thermal Earrings هو اسم الأقراص الذكية المزودة بمستشعرات حرارة لتتبع الصحة، فهي ممكن تكون بديل غير مزعج لأجهزة قياس درجة حرارة الجسم، وراح تنبه الشخص إذا حسته توتر أو تعب، لأنه درجة حرارة الأذن ممكن ترتفع بوقت الإجهاد. أما بحالات المرض فممكن تكون مرجع موثوق للصحة، لأنه بطاريته راح تدوم ل 28 يوم، حتى ممكن يشعر إذا أكل الشخص زيادة عن اللزوم. بحسب المطورين فقياس الحرارة بهالجهاز رح يكون أدق من الساعة الذكية الملبوسة بمعصم اليد. أما عن التصميم فممكن تغييره بإضافة أحجار كريمة وتصميمات يدوية، وهالشي ما رح يأثر على الأداء. هالأقراط الذكية لساتها بمرحلة التجريب والاختبار، بس أكيد ما رح يمر وقت طويل لتصير الأكسسوار التقني الجديد. وهلا صار الوقت لنعمل زوم ان على التطبيقات والمواقع المفيده يلي بنختارها اسبوعيا. من بعد ما عرفكم على هالموقع الذكي ما عاد في داعي تقلقوا من كتابه اي نوع من المحتوى، مقالات، مواضيع، بوستات، سوشيال ميديا وايميلات، وكله باللغه العربيه. Narrato.io موقع ذكاء اصطناعي وظيفته كتابة المحتوى أو حتى تحسين المحتوى المكتوب بالأصل. Narrato فيه الكثير من الخيارات، فمن بعد تسجيل الدخول للموقع راح نروح للـ AI Content Assistant ونختار من بين الخيارات الكثيرة يلي بيوفرها، من كتابة المدونات والمقالات بأنواعها مع إمكانية تبسيط مقالات مكتوبة بالأساس وتحسين صياغتها وتدقيق السلامة الإملائية والقواعدية. وهالميزات موجودة بكل الأقسام الثانية مثل قسم كتابة بوستات السوشيال ميديا لمختلف المنصات، وحتى ممكن يكتب سكريبتات فيديوهات كاملة ليوتيوب. بالأقسام الثانية ممكن نخلي الذكاء الاصطناعي يكتب لنا نص لإعلان، شرح لمنتج، وفيك تخصص الإعلان اللي بيناسب الجوجل أدس، منصات ميتا، لينكدين وغيرها. وكتابة الإيميلات أكيد شيء مفروغ منه. Narrato ما له مقتصر فقط على الكتابة، فهو ممكن يترجم، يولد صور لإضافتها على المقالات باستخدام الـ AI، أو يساعد بإيجاد صور بدون حقوق نشر والGIFs، ورح يتأكد لك من الـ SEO بتقييم الكلمات المفتاحية الموجودة ضمن المحتوى وطول الجملة ومدى جاذبية العنوان وانتشار الهاشتاغات، وكل هاد باللغة العربية. لهالسبب هالموقع ممكن يكون إيدك اليمين ومساعدك السحري إذا كنت طالب، موظف ضمن شركة أو صانع محتوى. Narrato مو مجاني تماماً، إنما بيعطيك فترة تجربة مجانية ممكن تستغل فيها كل الميزات. وبعد هالشرح خلونا نشوف تجربة عملناها لهالموقع. ممكن تحذف عناصر من الفيديوهات أو تحذف الخلفيات بشكل كامل من أي فيديو ومجاناً. خليني أعرفكم على الطريقة المجانية يلي بيقدمها موقع runwayml.com. بالدخول على الموقع رح نروح لقسم الفيديوز ونضغط على خيار Edit Videos، رح يظهر لنا خيار Remove Background لإزالة الخلفية. رح نجرب باستخدام مقطع من استديوتك ونبدأ بتحديد الشخص أو العنصر يلي بدنا نعزله عن الخلفية، وكمان العناصر المتداخلة يلي حابين نحذفها.
وبس نكبس له دان ماسكينج رح ننطر شوي ونشوف النتيجة ونعمل لها داونلود بدون علامة مائية. هذا بالنسبة لإزالة الخلفية. أما إذا بعض العناصر بدنا نحذفها من الفيديو فرح نختار إن بينتينج ورح نجرب على هذا الفيديو لنحاول نمحي هالفازة الموجودة بالغرفة. فبمجرد تحديدها رح نستنى شوي على الـ AI ليعمل شغله وهيك رح تكون النتيجة. موقع رانواي فيه الكثير من الخيارات المفيدة وتحديداً بما يتعلق بالفيديوهات. رانواي رح يعطيكم 3 فرص لتعديل الفيديوهات يومياً ضمن النسخة المجانية. برنامج مجاني من مايكروسوفت صار متوفر ليساعد كمبيوترك يصير أسرع. مايكروسوفت بي سي مانجر برنامج بواجهة استخدام سهلة وبسيطة وظيفته تحسين أداء الكمبيوتر، فرح يقوم بتنظيف الجهاز بحذف الملفات المؤقتة غير الضرورية وبيتحكم بالتطبيقات يلي بتشتغل تلقائياً أول ما يشتغل الكمبيوتر، وحتى ممكن يلغي تثبيت البرامج غير المستعملة. وتحسين الأداء رح يكون من خلال تحرير ذاكرة الرام وإيقاف العمليات غير الضرورية مع تقديم نصائح وتحذيرات للحفاظ على بطارية الجهاز بحال كان لابتوب. لكن من الميزات المهمة هي حماية الجهاز بفحص الكمبيوتر من الفيروسات وحمايته من هجمات الاختراق بتوفير جدار حماية، بالإضافة للحماية من مواقع الإنترنت الضارة. بي سي مانجر تتوفر فيه أدوات إضافية مثل تسجيل الشاشة أو أخذ لقطات للشاشة ونقل الملفات بين أجهزة الكمبيوتر المختلفة. هالبرنامج مجاني تماماً ومتوافق مع ويندوز 10 وويندوز 11. آخر الإصدارات والتعاونات بعالم الألعاب رح نتعرف عليهم بفقرة جيمينج. بداية أخبارنا رح تكون مع الموسم الثاني للعبة Call of Duty موبايل. فبمناسبة قدوم السنة الصينية الجديدة وهي سنة التنين، أعلنت اللعبة عن تحسينات وتطورات جديدة احتفالاً بهالمناسبة. فالتنين يلي بيرمز للطاقة والقوة والحظ السعيد رح يكون شعار الخريطة الجديدة North 3 Town يلي رح يتحرك فيها اللاعب بحسب المطورين مثل التنين. فبطورة من الأطوار الجديدة رح يتحرك اللاعب باستخدام نفاثة رح تسمح له بالقفز لمسافات عالية، الركض على الجدران، وهالقدرات رح تساعده بالوصول للمنصة العائمة يلي بمجرد الوصول لإلها اللاعبين رح يستغنوا عن أسلحتهم وما عاد فيهم يطلقوا إلا الألعاب النارية. وإذا اصطدمت هالألعاب النارية بطيارات الدرون فوق الجزيرة رح يحصلوا على جوائز وهدايا ويمكن واحد من الأسلحة الجديدة. فبهالموسم رح نتعرف على سلاح تايب 19 وتايب 25 بالإضافة لسكنات جديدة. هالتحديث الجديد رح يخلص ب 22 أيار 2024، لهيك حثوا اللعبة أو نزلوها مجانا على جوجل بلاي أو أب ستور. سلاحف النينجا رجعوا بتعاون جديد مع لعبة فورتنايت. هالتعاون بدأ ب 14 شباط كونه يوم سلاحف النينجا بحسب نيكلوديان وتكرر لسنة 2024 بس هالمرة مع إضافات جديدة. فرح يقدر اللاعب يستخدم أسلحة سلاحف النينجا مثل سيف ليوناردو، نيشاكو مايكل أنجلو، بوستاف دوناتيلو وأخيرا ساي رافاييلو. والمعلم سبلنتر رح يتوفر ضمن المتجر بنمط فورتنايت ونمط ليجو. طبعا كل هالشخصيات رح تكون بمواجهة الشرير
التمرير شريدر مع معارك وأنماط هجوم جديدة ضمن الباتل رويال كاوابونغا. ورح تستمر هالفعاليات يلي رح تزينها حفلات البيتزا من 14 حتى 27 شباط. فورتنايت مجانية لأجهزة الكمبيوتر وإكس بوكس، وممكن ننزلها على الموبايل من خلال متجر إيبك جيمز. بتوجه جديد لكسب المزيد من الأرباح، عناوين عديدة عم توفرها شركة سوني لأجهزة الكمبيوتر، وهي موجهة للأشخاص يلي ما بيقدروا يقتنوا ألعابها ويلعبوها من خلال جهاز بلاي ستيشن 5. وآخر لعبة أضافتها الشركة هي هورايزن فوربيدن ويست يلي رح تتوفر رسمياً ضمن متجر ستيم وأبيك ب 21 آذار القادم. قصة اللعبة باختصار بتدور حول صيادة شجاعة اسمها ألوي، والصيادة بتروح بمغامرة لأراضي الغرب المحرمة بهدف إيجاد علاج لجائحة خطيرة منتشرة بالعالم. وطبعاً بهالرحلة رح تلتقى ألوي بشخصيات جديدة وتحل ألغاز وتواجه تحديات صعبة. المميز بنسخة البي سي من هاللعبة هي إمكانية تحكم اللاعب بشكل كامل بإعدادات الرسومات ومعدل الإطارات أو الفريمات للحصول على تجربة لعب سلسة أكثر. سوني رح تستمر بإصدار نسخ من ألعاب لأجهزة الكمبيوتر، وبعض التوقعات بتقول إنه سبايدر مان 2 ممكن توصل للبي سي بعد سنة على الأقل. أما هلأ فخلونا نشوف التريلر الخاص بالنسخة الجديدة لهورايزن فوربيدن ويست. ولهون بتكون خلصت أخبارنا وحلقة استوديو تاك وصلت لنهايتها. تابعونا الأسبوع الجاي بنفس التوقيت على شاشة سما الفضائية، وما تنسوا تابعونا على صفحة استوديو تاك على الفيسبوك لتضلوا على مواكبة مستمرة لآخر الأخبار التكنولوجية.